300 شركة محلية وأجنبية يمثلون 6 دول إفريقية وعربية تشارك في معرض القاهرة الدولي بنسخته 52. هذا المعرض يعد أكبر حدث تجاري واقتصادي في منطقة الشرق الأوسط تقوم عليه مصر، ويقام على مساحة 28,000 متر مربع. في عندنا تمثيل عربي موجود دولة الكويت، وفي مجموعة 6 دول من أفريقيا، وأفريقيا هي القبلة الأساسية لمصر كلها باعتبار النهاردة مصر رئيسة الاتحاد الأفريقي، وسيد رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي عن الدورة القادمة. ده بيدي اتجاه اهتمام أكبر بأن أفريقيا تعتبر السوق المستهدف للمنتجات المصرية. يضم معرض القاهرة الدولي منتجات ومعروضات في مجالات الصناعات الغذائية وصناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والسجاد وغيرهم. لو طلعنا الربح والخسارة برا المعرض، استثمار، علاقات تجارية مع بعض الوكلاء، نجيب وكلاء جديدين، نكتسب عملاء جديدين. المعرض لاقى إقبالا من الجماهير الذين عبروا عن استحسانهم للمنتجات والأسعار. الأماكن اللي أنا دخلتها لحد دلوقتي في حدود 30%، في حاجات بتبقى 30%، في حاجات مكتوب عليها هي أنا لسه ما شفتهاش، يعني شفت بس مجرد ورق العروض اللي متعلق. في حاجات شفتها هنا يعني فرق كبير جدا في الأسعار غير بره، فاضطريت إن أنا جوانا موزي على كل سنة لازم أحضر المعرض، برضك لازم آخد في جولة كل سنة إن شاء الله. تستمر فعاليات معرض القاهرة الدولي حتى 29 مارس الجاري، يسهم في ترويج وتسويق المنتجات المصرية على المستويات المحلية والإقليمية. من الإبرة إلى الصاروخ، كل ما تحلم به ستجده في هذا المعرض الذي يترقبه المصريون كل عام لشراء حاجاتهم بأسعار تقل 50% على بعض المنتجات. كريم شيخ الغد، القاهرة.